هاي. تعرض عدد كبير من المباني القديمة بلبنان للتدمير خلال الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وبالوقت ذاته عم تتعرض مباني تانية للتهديد بفعل الثورة العمرانية بالمدينة. ومن بين 1200 مبنى قديم تم إحصاؤهم سنة 1995، بعد في بس 400 مبنى، وهالرقم عم بيستمر بالهبوط. بتضم بيروت عدد من الأبنية التراثية، أبرزها شارع سرسوق يلي بيضم مجموعة أبنية عريقة، ومنها فيلا سرسوق يلي تم بناءها سنة 1850، والبيت يلي بناه يوسف سرسوق سنة 1880. شارع الجميز التاريخي ومن معالمه درج مارن أولى أو درج الألف يلي رممته السلطات الفرنسية بالحجر البحري على شكل رسوم للحيوانات ورموز بحرية متنوعة. في كمان عدد من المباني الأثرية موزعة بين عين المريسل، أنطاري، سبيرز، ظريف، زق البلاط، البشورة، البسطة التحتة، الأشرفية، اليسوعية، عبد الوهاب الإنجليزي، مارن أولى، مرمرون والمدور. بالإضافة لبيروت بتضم كل المدن اللبنانية منازل تراثية، ومنها دير القمر البلدة التاريخية يلي بتضم سراي الأمير فخر الدين المعني الثاني، ساحة الميدان، جامع الأمير فخر الدين المعني الأول، قاعة العمود وكنيسة سيدة التلة، عين أم الأولى، القبة، سوق السكافين القديم، والخرج وسراي الأمير يوسف شهاب. بالمختار أكيد في أبرز معالمها قصر جملاط التاريخي. أما بعمشيط وهي المدينة الصغيرة المصنفة تراث وطني من سنة 1992، هون منلاقي أشياء كتير حلوة. مين قال إنه التراث جزء أساسي من ثروتنا الوطنية والحفاظ عليه ما بيتناقض مع النهوض الاقتصادي أو العقاري؟ أنا قال شوفكم بكرة.